لسه مستمرين معاكم وحلقه وفقره جديده من حلقه الاهلي خط احمر، وفقره مميزه جدا لان بالتاكيد هيكون معانا ضيوف ونجوم التحليل في قناه النادي الاهلي. اهلا بيك دكتور احمد ثابت، واهلا بيك كابتن صبري سراج. اهلا بيك اسامه، ومبسوط ان معاكم النهارده. ان شاء الله تبقى حلقه حلوه. يعني بنكون مستمتعين دايما بالفقره دي معاكم. لكن بس قبل الفاصل كنا بنتكلم عن كره السله، وكنا بنتكلم عن المجهود اللي حاصل والنتائج اللي حاصله، وبنبارك للفريق على بطوله السوبر. كنا بنتكلم عن كابتن احمد الجرحي، احد الجنود مش المجهولين ابدا، المعلومين لجمهور النادي الاهلي، ومعانا على الهاتف عشان نبارك له بالبطوله ونتكلم معاه عن فريق السله. كابتن احمد يعني منور في دايما في قناه النادي الاهلي. استاذ محمد ازي حضرتك، و استاذ احمد ازي حضرتك؟ ازيك كابتن احمد، اخبارك؟ ويعني يمكن كنت انا اسف بقى بنقل الحوار اللي تم بيني وبينك في مداخله قبل كده لما كلمتك عن الجيل ده، وقلت ان الجيل ده ممكن يستغل الفرصه دي ويحقق عدد البطولات يتخطى بيهم بعض المنافسين. انت كان ردك عليا احنا تارجتنا اننا نحقق بالجيل ده عدد بطولات يخلينا رقم واحد داخل مصر وكمان في قاره افريقيا من حيث البطولات القاريه. طبعا يعني كلام حضرتك سليم 100%. انا الاول بس نسيت ارحب بضيوف حضرتك. اكيد. يعني بارك لكل جمهور النادي الاهلي على كاس السوبر امبارح. الفرقه الفتره دي طبعا مش في افضل مستوى ليها، يعني يمكن في دروب شويه ليه اسبابه، مش عايزين نقول اسباب كتير عشان طبعا دي بتبقى قدام الناس اكنها يعني مبررات بس فعلا انت قوام منتخب مصر ال 12 لاعب منه خمسه من النادي الاهلي، وخمسه ثلاث شهور معسكرين في الصيف وراحوا لعبوا كاس عالم مع المنتخب مصر، وبعدين رجعوا راحوا معانا كاس عالم انديه، وبعدين رجعوا راحوا معانا بطوله عربيه، وبعدين رجعوا راحوا معانا كاس السوبر. كل ده ما فيش يعني في شهر. فطبعا كان مجهود كبير جدا على اللعيبه. والحمد لله، الحمد لله ان انت وانت عندك دروب كبير ومستواك مش اللي الناس متعوده عليه، ان انت تقدر تكسب المنافسين بتوعك سواء في البطوله العربيه. الحمد لله كسبت الاتحاد او كسبت الزمالك في السوبر، فدي حاجه مبشره وكويسه ان انت عندك يعني لو في مستوى بيقل شويه ان في شخصيه البطل موجوده في فريق النادي الاهلي. يمكن يا كابتن اللي حضرتك قلته هو تقريبا كنا بنتكلم فيه قبل ما حضرتك تكون موجود معانا، وهي فكره ان جمهور النادي الاهلي يعني انتوا عودتوه على حاجه مختلفه في كره السله، وانتوا اديتوه قناعه تامه ان فريق سله النادي الاهلي مش بس بيقدم مستويات جيده، لا ده هو دايما فارق عن المنافسين. يمكن كان في حاله من القلق في الفتره الاخيره، حضرتك اتكلمت في اسباب بعض الاسباب ليها، ثم حصلت الثقه. انا عايز حضرتك تكلمنا عن الفوز امبارح، وتكلمنا في التفاصيل اللي حولت اللي حضرتك كنت بتقوله وهو التراجع اللي في المستوى اللي كان لمسه الجمهور لحالة الفوز امبارح والقدرة على تحقيق اللقب. ايه اللي حصل في الفترة دي اللي هي بعد البطولة طبعا الماضية لحد ما لعبنا مباراة السوبر؟ كان ايه التحضير؟ كان ايه الكلام مع اللاعبين؟ ثم الفترة الجاية حضرتك شايف ايه؟ اكيد زي ما حضرتك بتقول، احنا البطولة العربية دايما بناخدها في اول الموسم، هي بطولة وبطولة رسمية وبنحب ان احنا نروح ننافس عليها ونكسبها. كسبناها مرة، خسرنا في الفاينل مرة، مرة طلعنا من دور قبل النهائي. البطولة العربية عندنا في الباسكت مختلفة عن باقي الألعاب، بطولة عنيفة جدا. بتجمع أحسن فرق موجودة في أفريقيا وفي آسيا مع بعض، والباسكت هو يعني منافسته واسعة كبيرة، يعني غير ممكن الهاند بول أو البولي مثلا بنلاقي المنافسة أكتر أهلي زمالك حتى على المستوى الأفريقي. صحيح. لكن إحنا في الباسكت الدنيا مختلفة تماما، بوجود دول كتير جدا بتلعب باسكت. فطبعا بعد البطوله احنا اتكلمنا ان احنا بدايه الموسم بتاعنا بالسوبر، وان احنا مش في افضل مستوياتنا، بس احنا لازم نعلي من مجهودنا، نركز اكتر في الماتش. عملنا كذا فيديو ميتنج عشان ندرس الفرقه واللعيبه الجديده اللي دخلت على فرقه الزمالك السنه دي والوضع اللي هم فيه. وحتى امبارح برضو مستوى الفريق مش اللي هو طبعا الناس متعوده عليه. طبعا الزمالك كان متقدم من بدايه المباراه، بس الحمد لله احنا عندنا من الخبرات اللي تقدر تحسم البطوله، واحنا دايما فريق يهتم بالدفاع اكتر من النواحي الهجوميه. النواحي الهجوميه مهمه، النواحي الهجوميه بتكسبك ماتشات، لكن الدفاع دايما القوي بيكسبك بطولات. بيكسبك بطولات.
النقله كانت ازاي كابتن احمد وانت بتتكلم عن الدروب اثناء بقى المباراه وبنخسر الفتره الاولى ثم نهايه الشوط الاول 35-29 ثم بتدخل الفتره الثالثه وايضا الزمالك يعني بيظل محافظ على تقدمه وتيجي في الفتره الرابعه لاعبي النادي الاهلي ايه اللي تم؟ ايه اللي حصل في الكواليس؟ ايه اللي اتقال مع اللاعبين عشان نقدر نعمل الريمونتادا ونحقق الفوز بالبطوله؟ خاصه ان ده امر بيتكرر الفتره الاخيره وتحديدا على حساب نادي الزمالك في كره السله. والله يا احمد يعني بص في نواحي نفسيه قبل المباراه، احنا اول ما دخلنا الصاله لقينا جمهور النادي الاهلي كان بيشجعنا في الكويت وفي قطر موجود في البحرين. ودي لان احنا اشخاص يعني شفناها مسلموا علينا هناك وهنا واحنا جايين من عشان نعوض وانتوا لازم تعوضونا بالماتش ده، فده حملك مسؤوليه كبيره جدا وانت داخل الماتش. لما المباراه ابتدت واحنا برده مش في افضل حال، لكن عايز اقول لك ان نهايه المباراه لما الفرقه الدافع بيخش فيها 60 بونت في الباسكت ده رقم كويس جدا ان انت تكون عملت جود ديفنس يعني دفاع ممتاز. فطبعا جوه المباراه اكيد شفنا مين اللي يقدر يعني احنا تقدمنا ما فيش في اخر 3 دقائق بالظبط، احنا شفنا مين اللي يقدر دايما الجهاز اللي ممكن يعني يبقى معاه التوفيق من عند ربنا اللي هو دايما يبقى شايف مين اللعيبه اللي ممكن يفنش بيها الماتش، ممكن مين اللعيبه اللي تقدر تبقى مفاتيح انك تخرج بالماتش ده لبر الامان زي ما بيقولوا. فقدرنا ان احنا الحمد لله نحط تشكيله كويسه في اخر المباراه. كان في واحد من اللعيبه طبعا من نجوم الماتش امبارح يوسف المعداوي ده ناشئ النادي الاهلي وكان من الناس اللي فرقت معانا جدا في اخر المباراه. خبرة عمرو الجندي فرقت جدا، خبرة عمر طارق. بشوف ان المحترف امبارح رغم عدم جاهزيته بقاله شهر ونص كان لسه هو في الاوف سيزون لسه متعاقدين معاه قبل الماتش ما فيش بكام يوم. وانا بشوفه عمل ماتش كبير بالنسبه للكبدايه، لسه الراجل ما اتمرنش اساسا. فكل اللعيبه دي كانت ليها تاثير كبير في اخر المباراه ولعبنا خططيا يعني كنا بنلعب دايما دفاع مان تو مان يعني في اخر الماتش ودايما كنا بنضغط على المحترف نادي الزمالك في الاوقات باثنين لعيبه يعني شغل تكتيكي كده يعني توفقنا فيه في اخر المباراه ان ربنا قدر الحمد لله يعني يدينا المباراه. ده حقيقي. فلازم نبارك للجمهور واتمنى منهم ان هم ما يسمعوش لاي جماهير ثانيه يعني شفت ناس بعد ما النادي الاهلي فقد الميداليه في كاس العالم للانديه بتتريق على فرقه النادي الاهلي او بتتكلم على النادي الاهلي يعني فدي اصلا المفروض ان الجمهور يبقى فخور بيها او اللعيبه ان انت وصلت الناس ان هي بتتريق عليك وانت بتلعب على برونزيه العالم. ده حقيقي. صحيح. بس ده في كل اللعبات يا كابتن احمد ده قدرنا يعني قدر النادي الاهلي. انت لازم تبقى مقدر انت مكانتك بقت فين واللي بيتريق عليك ده فين؟ يعني انت بتلعب على ثالث العالم طب انت فين؟ انت خدت بطوله افريقيا الحمد لله انت فين؟ الواحد ما بيحبش يتكلم بالاسلوب ده بس من كتر ما الواحد شاف الفتره الاخيره دي حاجه بصراحه صعبه جدا. يعني بقول للجمهور ركز مع فرقتك يعني ان شاء الله باذن الله ماشيه بخطى كويسه. دعمكم لينا هو المكسب امبارح والله المكسب. سيبك بقى من كل الخططيه اللي انا قلت لك ولعبنا مان تو مان ونزلنا معداوي ومش عارف ايه. جمهور النادي الاهلي اللي جاب المكسب امبارح في الملعب لان فعلا من اول دقيقه لاخر دقيقه بيشجع وادى الفرقه طاقه كبيره جدا. نتمنى بقى نشوف الجماهير دي في مصر لان الجمهور ده بيفرق معانا جدا. طبعا. وبنقول على ماتش امبارح هارد لك نادي الزمالك. اكيد. وطبعا احنا قلنا امبارح ان احنا مفيش حد احنا كلنا بنمر بظروف صعبه الفتره الاخيره دي بسبب اللي بيحصل طبعا في غزه. تأكيد. احنا كلنا كنا ايد واحده امبارح قبل الماتش وبعد الماتش بمنافسه شريفه جوه الملعب لكن اتمنى من ربنا بقى ان يزيح الغمه دي عندنا كلنا يا رب ان شاء الله ويعني يكون كده باذن الله يعني نصر ان شاء الله الناس تعيش في سلام باذن الله ان شاء الله. كابتن احمد يعني مبروك البطوله وان شاء الله مزيد من البطولات هذا الموسم وان شاء الله يعني نحقق كل البطولات القادمه وبالفعل الجهاز الفني بهذا الفريق بالعناصر اللي موجوده فيه تستحق انها تحقق بطولات تعلو بالنادي الاهلي على قمه الانديه المصريه من حيث عدد البطولات وده منتظرينه باذن الله وهيكون لينا مداخله مع حضرتك ان شاء الله والنادي الاهلي بيكون الاكثر حصولا او الاكثر تتويجا بالبطولات داخل مصر ان شاء الله. شكرا ليك كابتن احمد جدا.
شكرا طبعا لكابتن احمد، وشكرا طبعا لضيوفنا النهارده. يعني خدنا جزء كده من كره القدم، لا خدنا جزء من كره القدم في كره السله. فمبدئيا كده كابتن احمد، كابتن صبري، يعني دكتور احمد ثابت، شايف مباراه الامس ازاي، وشايف نتيجه المباراه ازاي، والفرص اللي تم اهدارها على مدار الشوط الاول والشوط الثاني؟ طبعا نتيجة، أنا شايف نتيجة إيجابية جدا للنادي الأهلي امبارح. نتيجة التعادل 2-2 ديت يعني نتيجة أحسن من 0-0 وأحسن من 1-1، وأحسن طبعا ما كنت تبقى خسران 1-0 بقى. النتيجة بتديك أفضلية إن أنت مباراة الإياب حتى لو تعادلت 0-0 أنت صعدت. فنتيجة غير كده برضو في حالة التعادل سواء 1-1 لمصلحة النادي الأهلي لأنه جايب جونين بره ملعبه. فأنا شايفها نتيجة إيجابية جدا. النادي الأهلي قدم مباراة كويسة جدا امبارح في ظل كمان الظروف. لازم الناس تحط في دماغها الحاجات دي، ان انت منتخب مصر كان بيلعب يوم الاثنين في دبي في الامارات، بعد كده اللعيبه اخذت الطياره ورجعت القاهره الثلاث، وبعدين سافروا بطياره خاصه يوم الاربع. فموضوع السفر ده مش سهل، موضوع التتابع الماتشات والتنقلات ده مش سهل، دي لازم نحطها في دماغنا. الحاجه الثانيه برضو الثلاث غيابات اللي كانوا موجودين، علي معلول مش موجود، ده علي معلول ده مصدر صناعه فرص وجابها قويه جدا يعني بخبراته الموجوده. محمد عبد المنعم احسن مساك في افريقيا مش في مصر بس، لما بيغيب بتفرق معاك. امام عاشور احسن لعيب وسط في يعني يعتبر في مصر وان شاء الله في افريقيا قريب. يبقى انت عندك امام وعندك عبد المنعم وعندك معلول مش موجودين، فكل ده وتعمل الاداء ده وفي ظل كمان ايه الحماس الجماهيري الموجود و60 الف متفرج، وتلعب بره ملعبك وجمهور متعطش ومتحمس، وتقدم الاداء ده والنتيجه دي، لا دي حاجه. خلينا قبل ما نقول مثلا ان في سلبيه في ان اطار فرص، في سلبيه ان انت دخل فيك جونين مش عارف ايه، لكن كل ده هنتكلم فيه. لكن خلينا نقول برضو ان نتيجه 2-2 دي نتيجه ممتازه، نتيجه ممتازه يعني شايفها ممتازه. يعني 2-2 دي حاجه، يا ريت حتى في الماتشات اللي جايه بعد كده ان شاء الله بنوصل نص نهائي 2-2 دي حاجه تطمننا ان انت جايب جونين بره ملعبك، دي حاجه كويسه جدا. بالنسبه لمارسيل كولر في التشكيل اللي بدأ بيه، يعني كان نوعا ما المفاجأة فيه أو ما كانش فيه مفاجأة قوي، غير طبعا وجود محمد مجدي قفشة على حساب إمام عاشور في وسط الملعب. طبعا هو بيلعب بالأربعة 4-3-3، محمد الشناوي وربيعة وياسر إبراهيم، كريم الدبيس اللي قدم مباراة هايلة ومكسب كبير جدا. كنا قلقانين مين بديل معلول، مين اللي هيقدر، هل كريم الدبيس هيقدر يشيل. كريم الدبيس في الماتشين اللي لعبهم عنده شخصية الأهلي، تحس إن هو عنده شخصية الأهلي، لسه هيجي منه في اللي جاي، لكن هو تحس ان هو عنده الشخصيه. احمد نبيل كوكا واعد، تحس ان هو ما بينه وما بين مروان عطيه، مروان عطيه خبراته اعلى اكيد، بس كوكا برده ما تحسش بان مروان عطيه مثلا مش بادئ، بروفايل مختلف. بروفايل مختلف، بس مروان خبرات اعلى، اكتسب خبرات في الفتره الاخيره اكتر. لكن كوكا بالنسبه لي برده لعيب ممتاز، لعيب جيد، لعيب ممرر، بيعرف يتحرك بشكل عرضي بشكل كويس، يقدر يستلم من المساكين ويبني من تحت بشكل كويس. أليو ديانجو قفشة في عملية الزيادة والتكملة، يمكن قفشة بقى هو اللعيب أقدر أقول عليه بديل إمام عاشور اللي حطه كولر. يعني إمام عاشور رقم واحد في الحتة ناحية الشمال، بيحط على طول قفشة مكانه، فعشان لما كده لما إمام عاشور ما بيبقاش موجود بتلاقي قفشة في وسط الملعب. الثلاثة اللي قدام بيرسي تاو ورضا سليم كان اختيار ممتاز منه من مارسيل كولر، ان هو اختار تحديدا بيرسي تاو ورضا سليم ليه؟ لأن الاثنين أصلا مشاكل فرقة سيمبا المساحات اللي ورا الظاهرين، فأنت أما تحط أسرع اثنين في الفرقة بيرسي تاو ورضا سليم اعتقد ان هو اختارهم عشان اتفرج على فرقه سيمبا بشكل كويس جدا. كهربا اكيد هو يعتبر افضل مهاجم موجود في الاهلي، حتى لو ضيع حتى لو سجل، يعني امبارح سجل وعمل اسيست، لان هو بشوفه افضل مهاجم موجود في الاهلي في الفتره الحاليه. صبري، عايز اخد من كلام دكتور ثابت واسالك حاجه مهمه. رضا سليم، بما ان ثابت بيتكلم عن التحضير في ظل قدرات فريق زي سيمبا، كان الكلام على وجود رضا سليم بدل حسين الشحات لاستغلال المساحه خلف الظهرين، هل كان بالنسبه لك طبيعي البدء برضا سليم في ظل تالق الشحات في الفترات الاخيره مع مارسيل كولر، ولا شفت ده ازاي؟ وبرده سر تغيير رضا سليم مع انه كان عامل اداء جيد جدا والاحتفاظ ببيرسي تاو؟ طيب هي معنى هاخد من كلام دكتور ثابت لانه قال نقطه مهمه، احنا جايين من توقف دولي واللعيبه كانت في معسكر مع منتخب مصر، ورجعت من المعسكر على القاهره ومن القاهره على تنزانيا، ففي مسافه سفر كبيره جدا. الشحات شارك مع المنتخب ولو لبعض الوقت، انما السفر في حد ذاته مرهق جدا، ففكره الدفع برضا سليم على حساب الشحات، احنا هنا مش بنقارن بين كواليتي وكواليتي لان الاثنين اصلا كويسين طبعا. فايا كان مين اللي في الملعب هو هيأدي الدور اللي مطلوب منه، لكن لو كان في فرصه ان حسين الشحات مثلا يكون موجود من الاول لو الاثنين متاحين هنا ممكن نتناقش، انما الراجل اصلا جاي من سفر، يعني جاي من سفر طويل جدا، فالبدء برضا سليم في المباراه هو امر منطقي، خصوصا
انه هيديك تقريبا نفس المردود، لعيب قادر على الصناعه، سبرينتر كويس، حريف، بيقدر يعني لو بصينا حتى على ارقام الراجل، عمل 4 مراوغات في المباراه، 4 صح يعني، ما اخطاش في ورا مراوغه، فهو بيديك كل حاجه ممكن حسين الشحات يديها لك. يمكن احنا شفنا طفره كبيره في اداء حسين الشحات في الشهور الاخيره من يناير لحد النهارده، في مستوى رائع جدا، لكن ده ما ينفيش ان رضا سليم جاي اصلا بهيستوري كويس في الموسم اللي فات، واقف على رجليه بشكل كويس، ومن يوم ما بدا مع النادي الاهلي من اول مباراه السوبر وهو زي ما بنقول خلاص كسب، قدم اوراق اعتماده بالظبط، قدم اوراق اعتماده من اول مباراه، في مباراه خسرها النادي الاهلي، ومع ذلك هو كان من نجوم هذه المباراه، ومع توالي المباريات ومشاركاته حتى لو ما بيشاركش بشكل اساسي، انما دايما بيديك المردود الكويس. تغييره امبارح في ناس كتير كانت زعلانه وبتقول لي هو ليه خرج والراجل كان ماشي كويس، فانا الحقيقه بشوف ان احنا ممكن نجاوب بطريقتين. الطريقه السهله اللي هي ممكن تتقال في اي قاعده حلوه، يعني لو كان حسين الشحات نزل وادى كويس ما كانش حد اتكلم عن التغيير، ده حقيقي، لكن دي إجابة سهلة الحقيقة. إنما كل شيء خاضع للعلم، والقياسات والتغييرات والحاجات والقياسات اللي بتتعمل في بداية الموسم، والجي بي اس اللي بيبقى على كتف اللعيبة، كل الحاجات دي مش بتتلبس أو مش بتتجهز اعتباطا، مش مسيرة للموضة يا جماعة. يعني احنا دلوقتي ليه جايبين الفيست ده، وليه في تراكنج بتعمل للعيبة، وليه بنعمل لهم قياسات بدنية في أول الموسم وعلى مدار الموسم ده بيحصل؟ لأن كل لعيب في الدنيا عنده بطارية بالبلدي كده، البطارية دي ليها قدرة معينة. هنقول ببساطة لو خدنا لعيب زي رضا سليم، رضا سليم ده هنفترض انه قدرته مثلا يعني 50 سبرنت في الاسبوع، الراجل في التمرين عمل 40 طول الاسبوع، وجه في الماتش بقى عنده كام سبرنت المفروض يعملهم؟ 10. لو عمل ال 10 دول فورا لازم يخرج، لان ال 11 هيتصاب فيه. فممكن انت تبقى شايفه في الملعب او الناس شايفه في الملعب ان رضا سليم بيطلع نار من بقه قوي جدا، وفي لحظة المدير الفني قرر ان هو يسحبه، الناس تتضايق، انت بتسحبه ليه وهو كويس واقف على رجله؟ الراجل ما تعبش، لا الراجل لو قعد دقيقه كمان، لا ده راجع من اصابه كمان، ولو قعد دقيقه كمان ممكن السبرنت اللي بعده يتصاب فيه. فاحنا بنحافظ على اللاعب، فالمساله ما بتبقاش بس عشان لعيب مستواه نزل، يعني التغييرات مش عشان بس لعيب مستواه نزل، ومش بس عشان انا عايز اعمل تعديل تكتيكي، ومش عشان في حاجه اسمها يعني بنقول عليها تنشيط، احنا ممكن نقول ده تحت مسمى التنشيط، لكن مش عشان رضا مستواه نزل او بدنيا ما بقاش جاهز، لا انا ممكن اغير لعيب عشان انا عارف ان خلاص قدرته البدنيه هو اداني ال10 سبرنت دول، غيره وانت شايفه بالعين المجرده كويس في الملعب. بالظبط، بس هي ياسات، ما هو في لايف تراكنج شغال، والمحلل الاداء قاعد شغال، عارف الراجل ده، وان البديل صبري يعني حسين الشحات بالظبط، يعني لاعب مهم جدا، ده موضوع تاني يقدم لك اضافه. قصه بقى ان هو كان بيعتمد على بعض المراوغات او ما شابه في الوقت اللي نزل فيه، ده موضوع تاني، لكن الناس لازم تفهم ان احنا عندنا مفيش حاجه اسمها احتياطي واساسي. صحيح. وان كان يعني بما انك اتكلمت ورحت للاعبين بشكل فردي، والدكتور احمد كان يعني بيقول التشكيل، اتكلم عن كهربا واتكلم عن ان كهربا بالنسبه له هو افضل مهاجم موجود داخل النادي الاهلي. لا شك. بتتفق مع دكتور احمد في الرؤيه دي؟ لا شك. كهربا لعيب كبير وحاسم جدا، ولو بصينا الناس ممكن تبص ان هو ضايع كتير امبارح، متضايقه ان هو وصل للجون اكتر من مره وضايع، بس بص على الناحيه الثانيه، الراجل هو اللي عامل الاسيست بتاع الجول الاولاني، وهو اللي جايب الجول الثاني، انت طالع كسبان بسبب كهربا، وكان ممكن يبقى متسبب في ركله جزاء لو الحكم حسب ركله الجزاء، يعني حتى لو كنا ضربه الجزاء دي اتحسبت وهي المفروض كانت تتحسب وسجلت، فالتلات اهداف هيبقى باصم عليهم كهربا، فدي نقطه مهمه. لكن لا شك ان احنا عندنا مشكله ان كهربا بيضيع. طب بيضيع ليه؟ دي محتاجه برضو ان احنا نبص هو ليه بيضيع. انا بشوف ان كهربا لو عنده مشكله فهي مشكله في اللمسه الاولى مش في اللمسه الاخيره على الجول. امبارح كهربا الناس بتقول ان هو مثلا يعني شافت ان هو عمل ميس باص كتير، طب افاجئك واقول لك ان هو ما عملش ولا ميس باص طول المباراه، 10 تمريرات وال10 صح. طب المشكله كانت فين؟ المشكله كانت دايما في اللمسه الاولى. لو نيجي هو استلم الكوره كام مره هنلاقي ان تلت استلاماته كان فيها مشكله، تلت استلاماته خاطئه، والتلتين التانيين كان بعضهم استلام بشكل مش صحيح، يعني استلم الكوره بس تطول منه، ده استلام صحيح هيتعدى في الاحصائيات، استلام صحيح هو استلم، لكن الكره طولت سنه، فبالتالي تعامله معاها التاني على المرمى هيكون سيء، لان الاستلام اصلا كان سيء. فمشكله كهربا اللي المفروض يركز عليها في الفتره الجايه زي ما انا شايف هي الاستلام، انا بستلم ازاي، انما قدرته في التواجد دايما في اماكن الخطوره، انت بتلعب بمهاجم ما هوش تارجت وبتلعب بره ارضك
معظم الوقت بتلعب على التحولات، ومع ذلك المهاجم اللي هو انت بتعتبره او بتشوف ان هو مهاجم وهمي او 9.5 او ايا كانت التسميه وصل للجول 6 مرات. فاحنا بنتكلم عن لاعب قادر ان هو يوصل للمرمى، بس عنده مشكله زي ما قلت في اللمسه الاولانيه. لو اتحسنت تسرع، ما هو اللمسه الاولانيه دي ممكن تعتبرها تسرع، ممكن تعتبرها تبص لها على انها لياقه بدنيه قليله، يعني في اسباب احنا لازم نبحث في الاسباب دي. هو ليه دايما اللمسه الاولانيه عنده فيها مشكله او الاستلام الكوره فيه مشكله، لكن هو بيروح على الجول، بياخد اماكن ممتازه، حاسم جدا. انت دوري ابطال افريقيا اللي فات كهربا من اول ما رجع الحقيقه من بعد الايقاف وهو عامل يعني عامل دفعه هجوميه قويه جدا للنادي الاهلي. كان الكريزه اللي قدرنا نحلي بيها الموسم، وكان عنصر فاعل في الموسم. يعني انت ما كنتش هتعبر الموسم ده يعني في غياب مهاجم الا لو كهربا كان في الأهلي. لو كهربا ما كانش موجود، يعني انا كنت احاول الطف الكلام، بس الحقيقه ان كهربا لو ما كانش موجود انت ما كنتش هتطلع بالخمسيه. ده مش تقليل طبعا من دور ادوار لعيبه في وتحديدا دوري اصلا بيتكلم عن دوري دوري ابطال افريقيا، بيقول دوري ابطال افريقيا كهربا لا بيرسيتاو بيرسيتاو 10 اهداف، انما اقصد الشحات كان له المركز بيفرق، المركز بيفرق. انما المهاجم اللي انت عمال بتنتقده ان هو بيضيع كتير هو هداف دوري ابطال افريقيا. المهاجم اللي عمال تنتقده اللي هو ان هو بيضيع كتير هو في الست شهور الاخيره هو هداف الفريق في كل البطولات. فاحنا بنتكلم عن مهاجم عنده مميزات قويه جدا، لكن عنده عيب بسيط لو اتعالج هنشوف نسخه ثانيه مرعبه اكتر كمان من كهربا. انما الانتقاد المبالغ فيه لكهربا انا مش شايف ان هو يستحق الحقيقه في بدايه الموسم الحقيقه يعني. والشق البدني مهم جدا مع القدرات اللي انت بتتكلم فيها دكتور ثابت. نروح بقى للحتت اللي هي جمهور النادي الاهلي بيحب يكون عنده تفاصيل عنها اكتر. احنا شفنا سيمبا في شوط سيء بتقدر تسجل فيه ثم بيقدر يرجع، معنى ان انت قدرت تسجل فيه وتضيع فرص كتير بالشكل ده ان عنده مشاكل، ومعنى انه قدر يرجع ان عنده مميزات. ايه اللي شفته كنقاط قوه عند سيمبا قدر يرجع بسببها، وايه نقاط الضعف الواضحه اللي خلتك رحت بالشكل ده؟ هنبدأ الأول بنقاط الضعف، نشوف بعض نجيب نستعرض الحالات معانا صور الحالات. هتلاقي سيمبا طبعا هم بيلعبوا بالأربعة 4-2-3-1. امبارح هم بدأوا المدرب بتاعهم بدأ المباراة من غير راس حربة صريح، يعني هو كان المهاجم الأساسي بتاعه جون باليك اللي هو رقم 4، ده معار من مازيمبي مواليد 2001، كان هو اللي بيبدأ على طول. امبارح ما بدأش، بدأ بالأربعة، ده طبعا تشكيل النادي الأهلي. تشكيل الأهلي احنا بنتكلم عن سيمبا. عن سيمبا هنستعرض الحالة اللي بعدها على طول. أول صورة معانا، أول حالة هو يمكن بدأ بالأربعة 4-2-3-1. مشكلة سيمبا، سيمبا عندهم مشكلتين واضحين جدا لازم نستغلهم في العودة. المشكلة الأولانية المساحات اللي ورا الظاهرين. بص المساحة قد إيه، وبص الناحية اليمين اللي هي اللي احنا مظللين عليها بالتظليل ده، وناحية بيرسي تاو مساحة كبيرة جدا. الظاهرين يعني بيضم الجمله اللي جوه بشكل كارثي. ونفس المشكله هنشوفها بقى في كذا حاله. المشكله الثانيه مشكله الارتداد، الفرقه دي لما بتهاجم بيهاجموا بعشوائيه، فالارتداد الدفاعي بتاعهم بتلاقي ورا 4 بس، بتلاقي مفيش الارتداد بتاعهم مفيش. كمل هات الصوره اللي بعدها، الحاله اللي بعدها هتلاقي برضو هنا بيرسي تاو طبعا الكره اللي هي ضيعها اللي هي كانت انفراد دي برضو كانت سهله جدا من بيرسي تاو، اللي هي المساحات اللي ورا محمد حسين الباك ليفت وكابومبي رقم 12 اللي هو الباك رايت. هات الصوره اللي بعد الحاله اللي بعدها على طول، هنا برضو نفس الشكل برضو سيمبا بيدافع من العمق، بيدافع من العمق، وبعدين عنده الظهرين بيخشوا لجوه وما بيرجعوش. الارتداد الدفاعي كارثه في سيمبا. تقدر ان انت عشان كده كنت بقول لك في التشكيل بتاع مارسيل كولر لما اختار بيرسي تاو واختار رضا سليم هو اكيد اتفرج على الفرقه وعرف ان هم عندهم مشاكل في المساحات. هات الصوره اللي قبلها، اللي قبل دي، قبل ايوه ارجع ماشي كمل ماشي كام ده الجون طبعا دي لعبه الهدف بتاعت رضا سليم. كمل هاتها من اولها، مش موجوده من اولها ماشي. دي برضو نفس يعني لو جبت الجون هتلاقي المساحه اللي ورا الجون جاي من خلال رضا سليم استغل المساحه اللي في ظهر الباك رايت. هنا كهربا بيستغل المساحه اللي ورا الباك ليفت، كمل رقص فيها المدافع وسددها بشكل مش كويس. هتلاقي الهجمات كلها والخطوره بتاعت النادي الاهلي من خلال المساحات اللي ورا الظهرين. هات الحل بعدها برضو نفس الشكل، عايزين نجيب بس حته الارتداد. كمل هتلاقي برضو نفس الشكل، يعني الارتداد هيكون واضحه جدا في رضا سليم المرتده اللي عملها رضا سليم من مستلم الكره بدماغه مع كهربا عليك. مع كهربا لما راحوا اتنين والارتداد بتاعهم هتلاقي حتى احنا عدين اللعيبه. هات بس الصوره الحالات اللي بعدها هتلاقي عدد اللعيبه ورا، هتلاقي الفرقه بفرقه سيمبا بتنفصل. يعني تحس ان هم قدام خطوطهم هنا طبعا ده تكمله الهجمه. كهربا لما راح برضو من خلال ايه المساحه اللي في ظهر الباك الشمال. هنا الاستعجال انا بتكلمك فيها كدكتور احمد بتكلم فيها صبري، اللي هو كان المفترض عنده مساحه وعنده وقت
يقدر يتعامل بالكره بالشكل ده، برغم لان رجله حتى اليسرى مش هي اقوى ما عند كهربا في اللقطه دي. عنده المساحه وعنده الوقت ان هو يقف على الكره ويقدر يسجل بشكل سهل. وشماله كمان بالظبط، لازم يشغل شماله، ما اختار شماله فلعبها باين. كمل هات كمل ماشي بعدها بالضيعه هنا برده لعبه في الدقيقه 12 هتلاقي نفس لعبه الهدف. بص هنا رضا سليم انطلق والباك اليمين ما رجعش معاه اصلا. الفكره دي واضحه جدا. يعني كمل هات الصوره اللي بعدها هتلاقي عدد اللعيبه بقى في حته الارتداد. ماشي ماشي هات الحاله الفنيه اللي بعدها على طول هتلاقي برده هنا. هنا طبعا ده برده من ضمن الحاجات اللي احنا برده لازم نتكلم فيها الاخطاء التحكيميه. دي هنجلها يعني دي هنجلها. هات بس بقيه الحالات الفنيه. كمل. دي ضربه الجزاء الثانيه اللي في الدقيقه 70. هنا ماشي الحالات. هو في حالات بس في الاول يا جماعه فيها الارتداد هتلاقي فيها ارقام 1-2 عدد اللعيبه لو معانا لو نقدر نجيبها دي برضو. فدول المشكلتين اللي انت تقدر تستغلهم يعني انت برضو في ماتش العوده هتظهر المشاكل دي اكتر لان هم على ملعبهم هتلاقي هنا هم جايين عايزين يسجلوا هدف محتاجين يسجلوا بالزبط. فانت هتلاقي الفرقه دي جايه اكيد هو هيبدا بجون باليك اللي هو نزل في الشوط الثاني. انت كلمتني على نقاط القوه والتغييرات اللي عملها ده حقيقي. التغييرات اللي حصلت ما بين الشوطين يعني اثرت شويه فادت بس انا شايف ان اللعيب كان من عندنا احنا مش هم برضو. احنا في الشوط الثاني تراجعنا شويه بدنيا مش تراجعنا. تغييرات سيمبا اللي صنعت تفوق مش تغييرات لا احنا لما بنكون كويسين احنا اللي ما استغلناش الفرص في الشوط الاول. لو كنا استغلنا الفرص وقدرنا ان احنا نسجل هدفين او ثلاثه في الشوط الاول كنت التغييرات دي مش هتقدر تقول ان التغييرات هي انا شايف ان كده يعني انا شايف برضو ممكن التغييرات طبعا ساعدت سيمبا ان هي ترجع يعني ممكن مثلا عندك جون باليك رقم 4 المهاجم لما نزل رجع بقى طريقه لعبه اللي هي 4-2-3-1 براس حربه ميكوسوني خرج وسعيد اللي هو صانع الالعاب تحته مع كلاتوس الشامه عملوا يعني جابها كويسه عمل تغييرات كويسه حتى صانع اللي هو اللعيب الارتكاز اللي نزل اللي هو اللعيب المالي كانوتي اللي نزل مكان فابريس نجومه نزل وسجل بس انت عندك اخطاء فرديه في التمركز الدفاعي في الهدفين اكبر جدا من قدره فكره القدرات الفرديه اللي عندنا يعني الهدفين اللي جايين فينا حتى لو استعرضنا الهدف هي دي صوره الارتداد. بص هنا بصوا هنا يا جماعه هتلاقوا احنا ايه سيمبا اللي لابس احمر. بص عدد اللعيبه اللي احنا مظللينها قدام دي الكره اللي انت كنت بتتكلم فيها لا دي اللي قبلها اللي هي الانفراد. بص عدد اللعيبه 1-2-3-4-5-6 قدام من سيمبا ما رجعوش ولعيبه النادي الاهلي راح انفراد على 2 بس. فهنا رغم ان 2-4 في سوء تمركز واضح جدا من دفاع سيمبا بس دي المشكله الاساسيه جايه منين بالكاميرا دي جايه من الارتداد. الارتداد اللعيبه دي ما بترجعش. انت كان فريق داخل القاره بيعمل معاك الشكل ده اصلا يعني باستثناء مباريات زي سان داونز وفريق زي مازيمبي بشخصيته بتكون اندفاعيه كده. خلينا اعتقد ان الكاميرا دي كاميرا خاصه بفريق اعداد الاهلي خط احمر صح كده. هو اللي جايبها لان اللقطه دي ما كانتش وبالوضوح. وفي صوره ثانيه اقول له في صوره ثانيه برده معانا احنا مركبين عليها هتلاقي 1-2-3 عاملين برضو 6 لعيبه هتلاقي برضو نفس الشكل يعني الكاميرا دي موضحه الارتداد الدفاعي بتاعهم ضعيف جدا تقدر ان انت تستغله. احنا في الشوط الثاني زي ما فارس اتكلم في عندنا مشاكل في التركيز في الاخطاء الدفاعيه ما ينفعش تحصل في مدافعين بيلعبوا في النادي الاهلي صراحه يعني هو عبد المنعم دوليين يعني ياسر ابراهيم وربيعه وكريم الدب الاخطاء انا بحمل خط الدفاع كله يعني مش بالزبط. مش واحد بس او كده لا خط الدفاع كله. لو استعرضنا حتى الاهداف بتاعت سيمبا الهدف الاول جاي من خلال عرضيه بتتلعب في ظهر الباك ليفت. هنستعرض اهداف ولكن هنروح لكابتن صبري يعني شايف الثغره الواضحه جدا او المشاكل الدفاعيه الواضحه جدا في فريق سيمبا. وفريق سيمبا يمكن زي ما قال دكتور احمد ثابت هيجي هو محتاج يسجل لان النتيجه 2-2. انت شايف مارسيل كولر بيبدا المباراه او فلسفه مارسيل كولر في بدايه المباراه ان هو يثبت نفس القصه برضا سليم وسرعات رضا سليم وبيرسي تاو ولا هيبقى عنده فرصه ان هو يدي حسين الشحات مساحه من الوقت اطول يكون حسين الشحات وبرده يعني ما يضغطش على رضا سليم. شايف ممكن يبدا ازاي وبنفس الفلسفه دي ولا القصه يولي امام عاشور هيكون له دور على حساب محمد مجدي قفشه؟ اعتقد ان الشحات هيكون جاهز اكتر ان هو يكون موجود يلعب مده اطول لكن ده برضو ما يقللش من رضا سليم ولا يزيد حسين الشحات. احنا بنتكلم عن 2 لعيبه كواليتي عالي جدا في ايا كان منهم مين منهم موجود في الملعب فهو هيأدي المطلوب منه. امام عاشور هيكون اوبشن متاح اعتقد لو هو جاهز 100% هيكون في التشكيل الاساسي حاضر. ده ما يقللش من قفشه ومن عوده قفشه الحقيقه في الشهور الاخيره وانا عايز اتكلم عنه تحديدا لان قفشه انتقد كتير جدا الموسم اللي فات بدا السنه دي بدايه كويسه جدا واضح ان هو بدا يفهم طبيعه مركزه الجديد
ويأديه بشكل كويس، قدرات دفاعية أكبر، دي مساحات أطول من الملعب بيقدر إن هو يقطعها. دلوقتي أول راجل كان بيلعب في مركز 10، فمكان الجري فيه مش محتاج يعني أو مش محتاج يجري مساحات كبيرة، بيستلم بوضعيات معينة، ما بيطلبش منه أدوار دفاعية كتيرة. فجأة لقى نفسه لا مطالب إن هو يقطع عمودي بطول الملعب وياخد الكرة ويجري وقدرات دفاعية، أنا لازم أدافع وأسند مع نمرة 6 اللي بلعب جنبه ومش عارف يعني حاجات هو طول عمره ما لعبهاش. ده حقيقي. فخد وقته واستشعر كده، عارف انت لما كارلوس كيروش جمع منتخب مصر وبدا يعتمد عليه في القصه صحيح. دي كان هو حاسس انه مش مرتاح نفسيا. صحيح. فهو اعتقد حصل تغيير هنا الاول. بالظبط، هو خد وقته تماما ان هو يستوعب المشكله فين ويبدا يشتغل عليها، وخد وقته واشتغل عليها، وبالتالي وما سمعش او ما سمعش للكلام الكتير والانتقادات الكتير، ما خدش منها الجانب السلبي، ما احبطش نفسه. كان ممكن ينتهي يعني من بعد الدعم الجماهيري اللامحدود ليه لفتره طويله من بعد نهاية القرن، ثم مع انخفاض مستواه او تغير طبيعه مركزه اللي ادت لانخفاض مستواه، بدات الناس تزوم عليه بقدر المحبه. لكن الراجل كان عنده شخصيه الحقيقه ان هو يعدي المرحله دي ويبدا الموسم الجديد بشكل مميز. لكن في الحته دي امام عاشور لازال عنده تفوق كبير، قدرات دفاعيه اكبر، سرعه اكبر، قدرة على لعب الكرات الطولية بشكل أفضل بكتير، فبالتالي هو الأساسي في المكان ده. قدرة على التصويب من خارج المنطقة، فهو بيديك الحقيقة حلول أكتر شوية من أفشة. فهو لو جاهز بالتأكيد هيكون متاح في التشكيل الأساسي. السيمبا هيلعب باندفاع، فالمشاكل دي هتظهر بشكل أكبر من أو متوقع أن هي تظهر بشكل أكبر. لكن هل إحنا هننزل المباراة؟ ده سؤال اللي هيجاوبه كولر. وإحنا حاميين عايزين نسجل من الاول، ولا هنرتكن نتيجه الذهاب اصلا في صالحنا، فاحنا مش محتاجين ان احنا نندفع من بدايه المباراه. وجهه نظرك ايه؟ اعتقد ان انت محتاج اول 10 دقائق ان انت تحاول تسجل. لو ده ما حصلش هنهدى شويه يعني، انما مش هناخد مده طويله بنضرب يعني مش مده طويله بنضرب، احنا نحاول ان احنا نخلص في اول 10 دقائق. لو جبنا جون المباراه هتبقى اسهل بكتير، لكن لو ده ما حصلش اعتقد ان احنا محتاجين نهدي الريتم شويه ونستحوذ ونبدا ان احنا ندور الكره ونحاول ان الكره تبقى في رجلينا اغلب الوقت، ومع الوقت نسجل. المباراه مش هتكون صعبه ولا هتكون سهله، بس سهل جدا ان احنا نسهلها على نفسنا. في مشاكل واضحه في سيمبا نقدر نستغلها بالكواليتي بتاع اللعيبه اللي موجود عندنا، ونقدر نسجل ونخلص المباراه. لكن الناحيه الثانيه احنا عندنا مشاكل دفاعيه سببها عدم التركيز قولا واحدا ولا اي حاجه غير عدم التركيز، وان في لحظات واحنا بتتلعب علينا الهجمه، خصوصا لو احنا مندفعين واتلعب علينا التحولات، المدافعين بيبصوا على الكوره مش بيبصوا على اللعيبه اللي جايه، ودي كارثه كبيره ما ينفعش تيجي من خط دفاع كله دولي الحقيقه. مش طبيعي ان انت كمساك او انت كظهير ان انت تبقى عينك على الكوره بس طبعا. يعني فالحقيقه ان احنا بنستقبل الاهداف من كرات عرضيه بسبب المشكله دي، ان اللعيبه دايما بتكون عينيها على الكوره. الهدف الثاني واضح قوي، مهاجم سيمبا طالع وسط اربع مدافعين من النادي الاهلي لوحده، ده حقيقي. الناس بتشيلها للشناوي، والشناوي ابعد ما يكون يعني جداً. ابعد ما يكون عن انه يشيل حقيقه كره زي دي. فالالتزام الدفاعي مطلوب، عوده محمد عبد المنعم هتوفر مش بس حلول دفاعيه كويسه، لكن كمان قدره على بناء اللعب. احنا كان عندنا مشكله واضحه جدا ان احنا مش قادرين نبتدي اللعب من منطقتنا ونطلع بالكره ونتدرج بيها، لان الاثنين مدافعين اللي عندنا اجريسيف اقوياء، كل هدفهم ان هم يقطعوا الكره. قدرتهم على بناء اللعب مش زي عبد المنعم ومتولي، لكن هم عندهم مميزات اخرى. المميزات الاخرى دي بتبقى حلوه قوي لو عندك ربيع، عنده قدره على بناء اللعب بشكل جيد، لكن برضه هو في الاساس يعني نمره واحد عنده انا بندفع. يعني احنا ساعات حتى بنقول ايه، ساعات بيبيع نفسه، عنده الخطوه الزياده، عنده الخطوه عنده لا الخطوه لا انا بتكلم زيادة. لكن بتكلم على بناء اللعب، بناء اللعب هو بيستطيع يعني بصراحه. واحنا بنتكلم قبل الابتدي هم اللي كانوا في حته في في الاثنين تيمبو عالي قوي طول المباراه. ده حلو ان يكون عندك واحد منه في الملعب مش الاثنين مع بعض. يعني لو عبد المنعم او متولي موجود في الملعب وجنبه رامي او ياسر، الثنائيه هيبقى شكلها افضل بكتير. انما الاثنين مع بعض بتبقى العمليه صعبه. وجود محمد عبد المنعم في ماتش العوده هيسهل عليك ان انت تبدا هجماتك كمان بشكل منتظم. الكرات الطويله اللي بتلعبها احيانا وبتلجا لها هو ممتاز جدا فيها، فهيبقى عندك حلول هجوميه كمان بوجود عبد المنعم.
تقدر ان انت توصل بيها وتسجل، فان شاء الله تبقى مباراه كويسه يعني في العوده ان شاء الله. دكتور ثابت، عندنا كده بعض الذكريات فيما يخص الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي زي كده مباراه الملعب المالي، ان شاء الله ده ما يحصلش، بس فكره انك تلاقي نفسك بتستقبل هدف وتبقى عايز ترجع في النتيجه مع فريق زي سيمبا، انا بقول لك هو عنده الشخصيه بتاعه ان لا هينزل فيه جزء من الاندفاع. طبعا كابتن صبري اتكلم في فكره قدرتك على التعامل مع ده، وقدرتك على فكرة ان انت كمان ما تكونش عندك الضغط العالي، وتكون ان انت بتلعب على اعتبار ان كأنك انت متأخر في النتيجة، انت مش في حاجة ان انت تعمل ده. ولكن فريق هيندفع، عنده سرعة، عنده قدرة بدنية، عنده حاجات من المباراة اللي فاتت انت شفتها، ايه اللي نخاف منه في المباراة دي؟ يعني ايه اللي خصوصا في ظل اخطاء دفاعية حصلت، ايه اللي انت تبدأ تقول للنادي الاهلي او تبدا تتكلم تقول دي نقطه مميزه احنا لازم ناخد بالنا منها؟ هو اهم نقطه عندهم التسديدات من مسافات بعيده، الفرقه دي بتشوط من بره منطقه الجزاء بشكل كويس جدا. لو نفتكر هم كانوا جابوا فينا جون حتى ايام ميكيسوني هو اللي كان سجل، وفي شوطه جت في القائم او في العارضه في الشوط الثاني برضو من مسافات، هم التسديدات اللي من بره دي بس انا بشوف في مباراه الاياب هتحتاج مروان عطيه اكتر من كوكا. ليه؟ انت اهم لعيب في الملعب هيبقى رقم 6، انت فرقتك كلها هتبقى متقدمه بشكل، طبعا عوده امام عاشور بالتاكيد. قلنا كل تغييرات الفريق بقى مش مروان عطيه بس، منعم يعني منعم اكيد هيخش جنب ياسر ابراهيم، طبعا عوده محمد عبد المنعم مهمه جدا. حتى في الجون الثاني اللي دخل فينا، هي كانت مشكلتنا ايه تحديدا؟ في مشكلتنا ان انت لو بصيت على الفرقه ال 11 لعيب، عنصر طول القامه مش موجود غير في ثلاثة بس. يعني كوكا مش طويل، خلي بالك النقطه دي مهمه، ده عانينا من ده في ماتش اتحاد العاصمه جدا، دي مهمه. كريم الدبيس نفس القصه، مين كمان لو عديناهم، حتى هتلاقي اللعيبه العنصر الطول قدام رضا سليم مش طويل، بيرسي داو مش طويل، هات الكره الثانيه بتاعه الضربه الركنيه كده، هتلاقي اللي كان اللي سجل الهدف اصلا مين اللي ماسكه؟ بيرسي تاو. عشان كده هو راح وجرى وتقدم في عنصر اهو، بص هنا اللي ماسك اللي جاب الجون اللي هو الجون الهدف الثاني، هتلاقيه بيرسيتا وقفشه مش طويل. فانت مفتقد لعنصر الطول، عنصر الطول ده كان بيبقى موجود مثلا في واحد زي مودست، واحد زي محمد عبد المنعم، واحد زي امام عاشور برده في الحته دي في الالتحامات، بس هو موجود في في الاثنين اللي موجود في ربيعه وياسر بس. يعني في عنصر الطول مش موجود غير كوكا مش طويل. مروان عطيه في الالتحامات اقوى من كوكا في الحته الهوائيه. حمدي فتحي لما كان موجود، حمدي فتحي برافو عليك، بيلعب براسه جدا، حمدي يعني فتحي السنه اللي فاتت كان بيفرق معاك في الحته دي، بول وينر طبعا. فانت السنه دي مشكله النادي الاهلي مفتقد اللعيبه اللي هي طويل القامه شويه في الالتحامات الهوائيه. انا حسيتها في ماتش اتحاد العاصمه دي جدا دي، دي انا بدات احسها في الفتره الاخيره شويه، دي انا بشوفها النقطه حتى في الكوره دي. كابتن صبري اتكلم على نقطه مهمه جدا، ان اللعيبه بتتكلم او بتبص على الكوره، ما بتبصش على المان بتاعها. هنا اللعيبه سرحانه، اتلعبت في ظهر المدافع، الشناوي برده خد خطوه ورجع، واتلعبت عرضيه جت جون، فدي اخطاء فرديه. الاخطاء دي محتاجه ان هي تركيز، محتاجه شغل اكتر في الكرات العاليه اللي علينا، عشان الماتشات حتى ان شاء الله لما نصعد الماتشات اللي جايه وماتشات دوري ابطال افريقيا انت عايز تطور. لكن تيلا من ايه او التشكيل ايه الافضل من وجهه نظري؟ لازم مروان عطيه يبدا في الحته دي، لان انت فرقتك هتبقى نازله ضغط عالي اكتر، انت اللي عليك الضغط اكتر، عايز تهاجم كمان، عايز تجيب جون. حتى هم هيبقوا فاتحين، بس فرقه سيمبا فرقه عشوائيه شويه. يعني ايه عشوائيه؟ ممكن تلاقيها بتهاجم فجاه تلاقيها بتدافع. مروان عطيه مع امام عاشور، مروان عطيه وامام عاشور وديانج، ثلاثه في وسط الملعب. اعتقد ان مروان عطيه وامام عاشور وديانج ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم وهاني ومعلول، الثلاثة اللي قدام انا شايف ان هم الثلاثة اللي ماشيين بشكل كويس. رضا سليم بدأ ياخد الثقة وماشي بشكل كويس، بيرسي شاو، رضا سليم ماشي بشكل كويس وعنده السرعة، وبعدين الثغرة اللي موجودة في ورا كامبومبي اللي هو الباك رايت بتاع سيمبا، يقدر رضا سليم اسرع في هداف برضه. حسين الشحات لعيب كبير، بس رضا سليم انا بشوفه ان هو في الحتة دي في الماتشات دي هتحتاجه، وبرضه ما يبقى معاك أجنحة كتير تقدر ان انت تستخدمها، دي الفرق الكبيرة. انت بتلعب في دوري ابطال افريقيا يعني احنا دايما ندخل معاه وبرضه يطلع كلامنا صح، بس حته رضا سليم اسرع. اعتقد دكتور احمد بيتكلم في نقطه ان هو حاسم اكتر في قراراته، يعني ما عندوش السنه الزياده اللي عند حسين الشحات. يعني حسين ممكن يرقص ترقيصه والثانيه، بص هقول لك هيعمل الترقيصه الاولانيه احنا قلنا ايه؟ قلنا النقطه اللي هي الارتداد الدفاعي بتاعهم.
فانت هم بطء يعني عندهم بطء جامد في حته العوده. صحيح. مين اسرع واحد؟ هو مش وارد ان انا كفريق سيمبا دلوقتي ان انا انزل بلعب قدام النادي الاهلي وبلعب وسط جماهيره، انا ليه اخد زمام المبادره حتى لو انا عايز اسجل هدف؟ طب ليه ما اكسبش وقت امام النادي الاهلي وسط ملعبه ان انا اطلع بالشوط الاول بنتيجه سلبيه وابدا العب على فكره ان انا اسجل الهدف ده في الشوط الثاني؟ ويمكن عملناها احنا في 2006 لما لعبنا الصفاقسي في تونس في قصه انا عايز اسجل هدف، بس انا مش مطالب اسجل هدف من الدقيقه الاولى او مش مطالب ان انا اسجل هدف من اول ربع ساعه. ممكن هو يلعب على انه يحافظ على انه ما يستقبلش هدف ويمتص حماس الجماهير ويمتص حماس لعيبه النادي الاهلي ويبدا يسير المباراه بشكل مختلف تماما. هل ده وارد؟ وارد طبعا وارد يعني كلامك، بس هم فرقه طب مش هو لو منظمه. ده وارد لو ده وارد يبقى رضا سليم ولا حسين الشحات؟ لا رضا سليم ماشي بشكل كويس، جايب جونين في اول اربع ماتشات، هداف يعني. حاله رضا سليم هتبعت لي على الواتساب ان كل مره هم هرانوا على حاجه رضا سليم اللي هيجيب جونين في الماتش ده. انا شاهد بس خلي بالك في نقطه في اللي قلت رضا سليم وانا بقول لك حسين الشحات هيبقى تمام. فكره ان هو يلجا للسيناريو بتاع الاهلي قدام الصفاقس دي انا بشوف ان هي بعيده شويه لسبب، لان هو اصلا عنده مشاكل دفاعيه. ما هو يعني ده سبب قلع ان هو ما عندوش القدره ان هو ينزل يهاجم، لكن للدفاع يعني هتبقى مغامره كبيره قوي منه. انا شايف ان هو لا يعني انا احاول ان انا اسجل حتى لو استقبلت انا موجود في الجيم يعني. لا انا معاهم، لان عايز اقول لك حاجه، في ثلاث فرق سان داونز مازيمبي سيمبا، الثلاث فرق دول ما بيعرفوش يلعبوا غير هاي تيمبو ويبدا يضغط بره ملعبه جوه ملعبه هم. خلي بالك عنده شخصيه كويسه جدا، هي دي بص طبعا على نتائجه الاخيره في الدوري. سيمبا عشوائي مش منظمين خالص بس عنده شخصيه في ايه، فكره كمان شخصيه بطل، بمعنى لو بصيت على نتائجه الاخرانيه في البطوله المحليه يعني ثلاث مرات ثلاث ماتشات الاخرانيه يتاخر في النتيجه ويطلع كسبان. لا واتاخر قدامنا في وقت المباراه وقدر يرجع تاني يرجع علينا. انت فرقه مش بتستقبل هدف وتموت، لا بالعكس ده بينتفض، ودي شخصيه مش موجوده في فرق كتير ان هو لما يتاخر يرجع. انا شايف الاهلي مش هيديهم الفرصه لده، الاهلي هيجبرهم على الحاله الدفاعيه. يمكن المميز في الفرقه دي يا دكتور احمد ان احنا كنا عندنا مشكله تقريبا في زون 14 في الماتش بتاع الذهاب، ان بيقدروا ينقلوا الكره بشكل سريع جدا وبمهاره كبيره جدا، وده كمان مع قدرتهم على التصويب بشوف ان هنا ممكن يشكلوا خطوره. شايف ان فعلا هنا في الوقت الحالي انت محتاج بالفعل ان مروان عطيه هو اللي يكون متواجد في المنطقه دي؟ صح، انا اتفق معاك ان انت هم عندهم بيروحوا باثنين في انصاف المساحات، يعني ميكوسوني بيخش لجوه، كلاتوس تشاما بيخش لجوه، مع سعيد رقم 10 بيخش لجوه، فبيبقوا ثلاثه هم خطورتهم كلهم في العمق، وتحس ان هم اثنين جايين عليك على لعيب واحد بالزبط. وبيشوطوا يا اما يشوط يا اما يعمل 1 2 يروح. فهو هم خطورتهم من العمق، يعني خطورتهم ان هي اللعيبه كلها بتتجمع في العمق كده فجاه، حتى بطريقه تحس ان هي مش منظمه، هي تحس ان هي فرديه وبيحاولوا يعملوا 1 2 ويخش. فعشان كده بشوف ان مروان عطيه في المباراه دي مهم. ليه؟ الرقابه الوقائيه، او انت عايز وانت بتهاجم مين اللي هيبقى حاميك ورا؟ مين اللي واقف؟ مين هل كوكا ولا مروان عطيه؟ بشوف ان مروان عطيه في الحته دي هيبقى افضل عكس كوكا في الماتشات اللي انت محتاج تستحوذ فيها وتسيطر وكده، لكن مروان عطيه في الارتداد الدفاعي افضل في الحته دي. يعني مروان وامام عاشور وديانج الثلاثه دول تحديدا اعتقد ان هم يدوك امان في الحته دي ويامنوك في وسط الملعب. بمناسبه بس رضا سليم، انا معايا ليه احصائيه مهمه جدا طبعا، ان هو صاحب اول هدف في الدوري في الدوري الافريقي، هو دخل التاريخ بتاع النادي الاهلي. ليه؟ لان كل بطوله في لاعب سجل فيها اول هدف. لو استعرضناها حتى هتلاقي رضا سليم في الدوري الافريقي قدامنا اهي، بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري اللي هي بالمسمى القديم، الكابتن محمود الخطيب كان سجل الجون سنه 76 قدام مولوديه الجزائر. السوبر الافريقي كابتن ده خالد، ده لما خرجنا من الدور من اول دور، الكابتن خالد بيبو في قدام كايزر تشيفز في السوبر الافريقي في 2002. الكاس الافرو اسيويه والدوري الابطال افريقيا بالمسمى الجديد كابتن حسام حسن هو اول من سجل هدف للنادي الاهلي في البطوله دي. جيلبرتو اول من سجل هدف للنادي الاهلي في كاس الاتحاد الافريقي. كابتن طاهر ابو زيد اول، جيلبرتو سجله في النصر الليبي سنه 2003. كابتن طاهر ابو زيد اول من سجل هدف للنادي الاهلي في كاس الكؤوس الافريقيه قدام جمعيه الحليب المغربي سنه 84. كابتن محمد ابو تريكه اول من سجل هدف للنادي الاهلي في الكونفدراليه بالمسمى الجديد كانت سنه 2009 قدام سانتوس الانجولي. فكده رضا سليم دخل التاريخ معاه. رضا سليم
دخل التاريخ معاهم واصبح اول من سجل هدف للنادي الاهلي في بطوله الدوري الافريقي. هي احصائيه ممتازه، وعايز اقول لك ان رضا سليم واضح ان هو بادئ مع النادي الاهلي في البطولات، يعني هو اول من سجل للنادي الاهلي في الدوري امام المصري واحد في اول الهدف، وهو برضو اول من سجل للنادي الاهلي في السوبر الافريقي. وبتقول هيجيب جولين، انا اتمنى طبعا، انا مش هرانك في قصه ان هو يجيب جولين، لكن هو الشحات اللي هيسجل الجولين هتبعت انت تكون الشحات هو اللي سجل الجولين. صبري، عايز بقى بعيدا عن الامور الفنيه اخدك برضو لحته مختلفه شويه. شفنا البطوله، انا حسيت الاتحاد الافريقي عنده رساله بيوجهها، ان عارف انت كده فكره النيو جينيريشن، ده جيل جديد من البطولات الافريقيه، وجود انفانتينو، ارسن فينجر، كولينا، والشكل والصخب وافتتاح وكل الكلام اللي كان بيتقال ده، حتى كان الخطاب الحماسي قوي من موتسيبي، يعني انت تحس الراجل يعني عايز يوصل رساله ان البطوله دي مختلفه، تداركوا الامر في موضوع الجوائز. شفت القصه دي ازاي؟ وبتشوف البطوله دي ازاي؟ وبتشوف قرار الاهلي في المشاركه في البطوله دي، انت كنت شايف ان القرار ده صائب؟ وبتشوف البطوله دي مستوى قوتها، هل هي في المستقبل ممكن تبدا يعني يكون في توسع ليها وزياده في قوتها وعدد الفرق ونظامها على حساب دوري ابطال افريقيا، ولا بتشوف ستظل بطوله دوري ابطال افريقيا هي البطوله الاولى داخل القاره؟ اعتقد انه مع الوقت ممكن السوبر الافريقي لو محطوط له، او الدوري الافريقي زي ما اعيد تسمياته، يعني ياخد المكان ده، لان الجوائز بتاعته اكبر، فواضح ان اللي اعتنى بيه هيكون اكبر، بيحاولوا يوفروا له اكبر عقود رعايه. كانوا بيحاولوا ان النسخه الاولانيه يكون فيها انديه اكثر مشاركه، لكن مع ضغط المباريات والاسباب كتير قرروا ان هم لا، احنا ناخد اهم 8 انديه. يمكن ده جه في مصلحه البطوله، خلي بالك في بدايتها. صحيح، لان 8 انديه كبار، و8 انديه عندهم جماهيريه كبيره جدا، فنيا كويسين جدا، فهتبقى نسخه اولى تجريبيه زي ما بنقول قويه. مع الوقت اعتقد ان خصوصا لو الجوائز وصلت لارقام كمان اكبر من كده، ان هي تاخد مكان دوري الابطال، لكن ده هيكون فورا ما اعتقدش، يعني احنا قدامنا عدد من السنوات لحد ما البطولة دي تستقر زي ما بنقول، وتبقى هي اللي مسيطرة، وبعدين يبدأوا يتكلموا في دوري أبطال أفريقيا ده هيكون وضعه ايه. لحد ده ما يحصل، دوري أبطال أفريقيا لازال هو المؤهل لكأس العالم للأندية، فلازال هو مهم. دي نقطة. البطولة دي مهمة لأنها احتكاك قوي، لأن فلوسها كتير طبعا، جزء مهم جدا مالية. يعني ده السبب رقم واحد، انت داخل البطولة دي لاعتبارات مادية هتفرق معاك في الميزانية بتاعتك بشكل كويس. بطولة جديدة يعني عقود رعاية جديدة وأفق جديدة انت بتفتحها بالظبط، فهي بطولة مهمة، لسه ما بقتش البطولة الأكثر أهمية، لكن هي دلوقتي نظريا ممكن نحطها على قدم المساواة مع دوري الأبطال. قرار مشاركتنا فيها وقرار منطقي الحقيقة، ما كانش ينفع بطولة زي دي تقام في نسختها الأولى والأهلي يكون براها أو بعيد عنها، كمان الأهلي هو اللي افتتح البطولة، اللجنة المنظمة أو الاتحاد الأفريقي اختار أن المباراة اللي يكون طرفها النادي الأهلي وتكون بره في ملعب كبير زي ملعب سيمبا وبالحضور الجماهيري ده، عشان الشو كمان كله يبقى شكله حلو، ده يوديك ويوريك قد إيه قيمة النادي الاهلي. لما اخترنا ان احنا نعمل بطوله جديده بعهد جديد وفي حماس شديد زي ما انت قلت، انفانتينو موجود ومش عارف ايه، يعني بنعمل شو كبير طبعاً جدا، كان واضح كان لازم يكون من ضمن الشو ده النادي رقم واحد في افريقيا يكون موجود في ارض الملعب، يكون هو اللي بيفتتح وبيقص شريط المباراه. لا بس هي شريط المباراه دي معتمده على القرعه الى حد ما، لان انت واجهت سيمبا، لان كان متحدد الملعب ان هو يكون في تنزانيا، والقرعه هي اللي جابت النادي الاهلي لطريق سيمبا، لكن النادي الاهلي هو الفريق الاول افريقيا، ويمكن كمان اكثر الانديه في القيمه التذكاريه. ده دكتور احمد، ورايك برضو في البطوله دي، وخاصه كمان رايك في مباراه سان داونز وبيتر اتلتيكو اللي كانت قبل دخول الهواء، وسان داونز مرشح محتمل لمواجهه محتمله في حاله فوز النادي الاهلي على سيمبا التنزاني. ده مبقاش محتمل، ايه ده مبقاش محتمل خلاص جاي. لا انا بتكلم عننا احنا، نفوز ان شاء الله احنا اللي محتملين. ما بحبش نسبق الاحداث عشان ما نمنحش اننا راحه للاعبين، انت لسه الكره في الملعب، تفوز تبقى بقيت في الدور التالي، وده اللي اتعلمناه في النادي الاهلي، وبالتالي هو مواجهه محتمله ما بين الاهلي المرشح المحتمل وما بين سان داونز ايضا المرشح المحتمل، لان كره القدم فيها الكثير. ولكن ويليامز النهارده ريح سان داونز بشكل كبير جدا، وذكر الناس باطهر الطاهر في تصديه لركله الجزاء امام فريق بيترو اتلتيكو، فشايف المواجهه المحتمله دي ازاي، وشايف البطوله والقيمه التسويقيه للفرق المشاركه في البطوله، واختيار الفرق دي تحديدا لاول نسخه من هذه البطوله.
شايف ان النسخه طبعا نسخه بطوله قويه جدا، بشوف ان المكاسب فيها كويسه بالنسبه للانديه لما تاخد مركز اول 4 مليون دولار، المركز الثاني 3 مليون دولار، يعني مجرد ان انت شاركت في البطوله بس ضمنت مليون دولار، والتنقلات على الكاف يعني على الشركه الراعيه اللي هي الايطاليه، انت بتتكلم ان لا يعني البطوله كويسه جدا، وشايفها برضو لما تتوسع بشكل اكبر كمان السنين الجايه اعتقد ان هي هتبقى مفيده جدا. بالنسبه للقيمه التسويقيه النادي الاهلي ونادي صن داونز هم اعلى اثنين قيمه تسويقيه اصلا موجودين في البطوله. النادي الاهلي القيمه التسويقيه بتاعته 30.35 مليون يورو معانا الاحصائيه برضو 30.35 مليون يورو. النادي الثاني صن داونز 29.1 تقريبا نفس بس طبعا النادي الاهلي اعلى مليون يعني اعلى رقم واحد، نادي صن داونز رقم اثنين، دول في حته، وبعد كده رقم ثلاثه نادي الوداد، الوداد المغربي 19 مليون يورو، بعد كده رقم اربعه الترجي التونسي 17.9 مليون يورو، بعد كده بترو اتلتيكو، دول برضو الاثنين في حته، وبعد كده بقى الاربعه الاوائل في حته اللي هم غالبا ان شاء الله هيكونوا المربع الذهبي يعني ان شاء الله. لو نستعرضها برضو هنلاقي بترو اتلتيكو الانجولي 3.5، بعد كده سيمبا التنزاني 3 مليون يورو قدامنا اهي، بعد كده مازيمبي الكونغولي 1.9، بعد كده انيمبا اقل فرقه في القيمه التسويقيه 150 الف يورو. طبعا الاغلى لعيب في البطوله اليو ديانج في القيمه التسويقيه الحاليه 4.5 مليون يورو اليو ديانج، يليه محمد عبد المنعم 3 مليون يورو، يليه محمد الشناوي 2.5، يعني اغلى ثلاث لعيبه في البطوله من النادي الاهلي، يليهم يحيى عطيه الله من الوداد المغربي 2.5، يليهم بيتر شيلويل من صن داونز 2.5. مباراه النهارده ما قلقتنيش بصراحه من صن داونز، كل سنه كنت بشوف صن داونز طبعا فرقه قويه، بس انا شايف ان نسخه السنه دي لصن داونز مش اقوى من السنه اللي فاتت. النسخه بتاعت صن داونز السنه دي ان شاء الله انا شايف ان النادي الاهلي هو اقوى فرقه في البطوله، مع عندنا بعض المشاكل اللي اتكلمت فيها اللي هي نقطه الالتحامات الهوائيه الكرات العاليه. صن داونز الشوط الاول كان سيء جدا، أسوأ شوط لصن داونز من فتره طويله. يمكن كانوا يطلعوا خسرانين 2-3 الشوط الاول النهارده من بيترو اتلتيكو، الحارس ويليامز شال ضربه جزاء، شال انفرادين محققين. الشوط الثاني الشوط الاولاني تحديدا برده كان فيه يعني المدرب كان بصراحه بيلعب كتير في التشكيل بطريقه غلط، يعني عبد المنعم بوتيل المغربي مساك وده باك ليفت، مديبه الباك ليفت لعبه في وسط الملعب، لوكاس روبيرو وبيتر شيلويل اللي هم الاثنين المهاجمين الاساسيين، لوكاس روبيرو ده برازيلي جايبينه احسن لعيب في صن داونز السنه دي، وبيتر شيلويل مش موجودين. فكان في ممكن ما نحكمش على صن داونز في الشوط الاول، ناخد النسخه لسه من الماتشات تيجي، واللعيبه برده ممكن يكونوا راجعين من التوقف الدولي. حتى في البطوله المحليه يعني فقدوا خسروا الكاس الرابطه، يمكن كان بدون الدوليين، ولكن برده فكره في اخفاقات بتحصل مع فريق صن داونز. بس خلي بالك المدرب بتاعهم مكوينه ما خسرش ولا ماتش مع صن داونز الا ماتش واحد بس، ماتش واحد بس طوال مسيرته في اخر سنتين، ما خسرش غير ماتش واحد وكان في الكاس و2-1. حتى ماتشات دوري ابطال افريقيا كلها خسر مثلا من الوداد ما خسرش، تعادل رايح وجاي. طب انت كده طمنت ولا قلقت؟ بس انا شايف نسخة اقل من السنه اللي فاتت، بس قويه اقل حد اصلا ده بس جانب. نسخه اقل بحيث ان هم السنه اللي فاتت تحس ان هم كانوا اقوى، فرقه اتقل منظمه اكتر. مستعجل انت شويه. بس هم السنه دي ما حد على مستوى السكواد، هو ضاف طبعا يعني ضاف ضاف لوكاس روبيرو، بس انا لما اتفرجت عليهم النهارده حاسس ان هم يعني الشوط الاولاني تحديدا كانوا يطلعوا كانوا يخسروا 2-0، تحس ان هم برده عشان الشوط الثاني ظبطوا لما ودى بقى مديبة باك ليفت. مطمني نسبيا فكره عدد البطولات اللي صن داونز هيلعب فيها انه ما يكونش عنده القدره زي النادي الاهلي انه يتماسك في العدد ده من البطولات. بس خلاص يعني انا خلاص يعني لان انت بتتكلم في ثلاث اسابيع، هو كده كده في توقف اصلا للمباريات المحليه سواء لكل الفرق. وهنا هروح لسؤال لصبري، في حاله فوزنا ان شاء الله يوم الثلاث باذن الله هيكون عندنا مباراه تاليه مع صن داونز في جنوب افريقيا يوم الاحد، شايف التوقيت اللي اتلعبت فيه البطوله وتحديدا حتى توقيت اول مباراه بعد التوقف الدولي ب 72 ساعه القصه ازاي؟ ولكن يعني سريعا كده ننهي بيها الكلام عن هو بص موضوع تحديد مواعيد المباريات ده هي يعني صعبة، الاستحقاقات كبيره جدا وكثيره جدا، ودي انت اصلا عندك مشاكل في 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 تنظيم هذا الكم من المباريات، والبطوله دي مش موجوده. يعني قبل البطوله دي تبقى موجوده انت اصلا عندك مشكله في ده، وعندك ام افريقيا كمان. فكره انك بتكلم الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي نفسه، هو نفسه بطولاته متعارضه. بالظبط، وعنده مشاكل اصلا في تنظيمها على مدار السنين اللي فاتت. فانت عفوا تضيف انت ضيعت نص دقيقه، حد جه في سيرتي فانت انت مجبر خلاص، انت كده يعني متسرع. اللمسه الاولى لازم تهدى عندك شويه، هتمرن مع كهرباء.
فانت مجبر خلاص، هو ده الوضع. انت في كاس امم افريقيه وفي تصفيات كاس عالم وفي توقفات دوليه كتيره جدا وفي بطولات افريقيه، انت عندك دوري الابطال وعندك الكونفدراليه وحطيت عليهم كمان بطوله. فخلاص هو الجدول كده، انت خلاص يعني مضطر للاسف ان انت تلعب هذا الكم من المباريات في عدد ايام قليل، وانت عارف ده من قبل ما تدخل. قائمه الفريق محتاجه تكون لا تقل عن 35 لاعب تقدر تتحرك فيهم عشان تعمل الروتيشن ما بين البطولات دي، ده السبيل الوحيد. وزياده عدد المحترفين الاجانب دي حاجه لازم يبص فيها الاتحاد المحلي، لان ده ايضا هيفرق كتير مع الفرق مع المنافسات اللي بقت تحصل. اكيد كنا معاكم في حلقه جديده من الاهلي خط احمر، نتمنى نكون عند حسن ظنكم، وبنحاول ناخد لحظات وسط ضغوط كتير جدا وامور كلنا همنا فيها واحد، ان شاء الله نتمنى الافضل لبلدنا ان شاء الله. نشكر طبعا يعني كابتن صبري سراج، وبنشكر طبعا الدكتور احمد ثابت، يعني نورتونا الحقيقه وقدمتوا فقره مميزه. ضيوف دائمين، ما اقدرش اقول يعني انتوا اصحاب برنامج وفقره دايما بتعتادوا عليها، ونتمنى تكون عند حسن ظنكم. نشوفكم في حلقات جديده من الاهلي خط احمر.